مرحبا بكم على قناة يونيفرساليس للثقافة والفن. لقاء جديد في أحضان نادي السينما. اليوم نقدم لكم فيلم Il pleut sur Santiago، وهو طبعا من اقتراح الأستاذ الزميل محمد كرزاسي. إنتاج الفيلم فرنسي بلغاري وإخراج هيلفيو سوتو، وهو يعتمد أساسا على أحداث انقلاب 11 سبتمبر 1973 بالشيلي على الرئيس سلفادور أليندي. سنتناول هذا الفيلم انطلاقا واحد رؤية معينة. هذا الرؤية نخصها في هذه الجملة اللي هي تبعير سينمائي لحدث تاريخي. تبعير هو على فوكاليزاسيون. عنوان الحلقة يفصح عن اتجاهنا في التطرق لهذا الفيلم، بحيث أننا نلاحظ بأن هناك حضور قوي للحدث التاريخي. لهذا سنبدأ بهذا الحدث لنعرف الحيتية دياله، الظروف دياله والتداعيات دياله. هذا الحدث هو حدث خطير جدا، وقع في الشيلي في 11 شتنبر 1973. عاشت الشيلي كغيرها من بلدان أمريكا الشمالية واحد صراع كبير، وحاولت ما أمكن الكثير من الدول في تلك المنطقة التخلص من قبضة الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما فعلت كوبا، ولكن كان من الصعب باش تخرج هالدول من قبضة هذه الإمبريالية الأمريكية. ورغم ذلك يعني ظل الكثير من الناس يحملوا هذا الحلم، حلم التغيير وحلم الاستقلال من قبضة الأمريكيين. ومن بين هاد الناس كاين سلفادور أليندي، هاد الشخص الطبيب الحامل الأفكار اليسارية التقدمية، تم انتخابه رئيسا للشيلي في 24 أكتوبر عام 1970. وكان انتخاب أليندي، وهو طبعا ماركسي وأول زعيم اشتراكي في تشيلي وفي أمريكا الجنوبية، كان الانتخاب ديالو هو السبب في انطلاق واحد من أكثر الفترات المأساوية إثارة الجدل في تاريخ هذا البلد. طبعا الولايات المتحدة رفضت هاد وصول أليندي إلى الحكم، خاصة وأن أليندي قرر باش يخرج على سطوة هاد النفوذ الأمريكي. ومن الواضح وبشكل متزايد أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA فعلت كل ما بوسعها باش تدعم الحركات المعارضة ضد سياسة أليندي وزعزعت استقرار حكومته، لأن أليندي بمجرد ما وصل للسلطة دار تغييرات كبيرة، استرجع ثروات تشيلي بحال النحاس، الحديد، النيترات دو صوديو، أمام الاحتكارات، وكان الإصلاح الزراعي يكسر العمود الفقري للأوليغارشيا هي حكم الأقلية، بحيث قدم الحزب ديالو واحد البرنامج اقتصادي متكامل ارتكز على الإصلاح الزراعي، فتم توزيع الأراضي على الفلاحين، وتم الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال بالمصانع، ووضعت إدارة المصارف في الكثير من الشركات المتعددة الجنسية تحت إشراف الدولة كجزء من النهج الذي وعد به بنظام اشتراكي مبني على الديمقراطية. أليندي أمام أغلب الشركات والمصارف، مع العلم أن هذه الشركات الكبيرة كانت منها مثلا شركة أناكوندا وكين كونت كانت في ملكية الأمريكيين. طبعا الولايات المتحدة رفضت كل هذا الشيء وضغطت على البنك الدولي وبنك أمريكا للتنمية باش يدير حصار كبير على تشيلي. ورغم ذلك
وتحت إصرار أليندي سلفادور أليندي، تحولت سنة 1972 إدارة أغلبية المصانع إلى العمال والدولة. لوقف هذه التغييرات اللي كانت في صالح الشعب، أعلن اليمين في الشيلي واحد الحرب قذرة، حرب إعلامية وحرب مسلحة وحرب الاحتكار وحرب المضاربة. اليسار رغم أن الحكم كان في يده، إلا أنه كان أقلية في البرلمان وكان يتخبط في العجز. وفي نفس اللحظة كان العسكر كيحضر الانقلاب فاشي، رغم أن الحصار اللي ندار على أليندي وحكومته أدى إلى واحد الفقر واحد العجز، إلا أن العمال اصطفوا في صف أليندي وخرج للشارع 800,000 عامل قبل أسبوع من الانقلاب، حتى يبينوا الحكومة سلفادور أليندي بأن العمال والشعب معهم، يعني مع الحكومة. في نفس اللحظة وفي نفس الزمان كان هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والرئيس نيكسون يخططان للإطاحة بأليندي اللي انتخبوا الشعب ديمقراطيين رئيسا لتشيلي. وكان كيقول كيسنجر أن في مقدور الفيروس التشيلي أن يؤثر على الدول الأوروبية وعلى كل دول أمريكا اللاتينية، لذا كان كيقول أنه من اللازم إبادة هذا الفيروس، وهذا ما كانوا يخططون له. إذا لاحظوا أمريكا السياسيون الأمريكيون كيفاش كيشوفوا الآخر، إنسان كيخدم بلاده ويحاول يغير هاد البلاد ديالو لصالحي الديمقراطية أو لصالح الشعب، كيشوفوه مجرد فيروس خصهم يقضوا عليه. رأت أمريكا أن أليندي سلفادور خطر كبير كيهدد المصالح ديالها، طبعا ما استطعتش تطعن وتشكك في شرعية الحكم ديالو، لأنه فاز في انتخابات بطريقة شريفة بطريقة ديمقراطية. من هنا كانت كتخطط كيفاش غادي تزيحوا من السلطة. في البداية حاولت باش تخلخل هذا الحكم الاشتراكي، مولت الجماعات السياسية المعارضة ووسائل الإعلام، ودربت سيا عناصر من ميليشيات معارضة، مولتها شركات أمريكية لها مصالح اقتصادية. جات الانتخابات النيابية لعام 1973 لتزيد من قوة أليندي الذي نال حزبه 6 مقاعد نيابية إضافية، في الوقت اللي كانوا كيظنوا اليمينيون ويتوقعوا أنه غادي يخسر هذه الانتخابات، وهذا ما أدى إلى تصعيد هذا الموقف السياسي. وهكذا غتعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لجنرالات الجيش للتحرك ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا. وكان الرجل اللي اختارته هاد الولايات المتحدة والمخابرات ديالها هو الجنرال أوغوستو بينوشي قائد الجيش اللي غادي يستولي على السلطة في 11 سبتمبر عام 1973 حينما حاصر القصر الرئاسي بدباباته، مطالبا سلفادور أليندي بالاستسلام أو الهروب. لكن الرئيس المنتخب شرعيا رفض وارتدى الوشاح الرئاسي الذي يميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمن، وظهر سلفادور أليندي حاملا سلاحه في يده وهو يراقب الطيران الحربي الذي يأتمر بأوامر الإنقلابيين يحلق فوق القصر استعدادا لضربه. وقبل حدوث هذه الغارة على القصر الرئاسي كانت آخر كلمة أليندي عبر الراديو، خاطب الشعب فقال: أعلن أني لن أتنازل، إن هروبي سيكون أقذر من خيانة هؤلاء الجنود الذين خانوا وطنهم. عاش تشيلي،
يحيى الشعب، يحيى العمال. هذه هي كلماتي الأخيرة، وأنا واثق من أن تضحيتي هذه لن تكون عبثية، وستكون العقاب المعنوي للجبن والخيانة. كانت هذه آخر، أو كان هذا آخر خطاب وجهه سلفادور ألندي إلى الشعب. سقط سلفادور ألندي قتيلا، واستحوذ أوغوستو بينوتشي على الحكم، واستمر في الحكم 27 عاما. كان فيها العدو الأول لكل المفكرين والكتاب في أمريكا اللاتينية. شهد عهده الكثير من الاغتيالات، والكثير من النفي، والكثير من القتل. كان يمثل بينوتشي أسوأ وجوه الديكتاتورية التابعة لأمريكا. الفيلم إل بلوسيو سانتياغو ينطلق من هذه الأحداث، يسجل تلك اللحظات، ويصل إلى اللحظات الأخيرة التي سيعصف فيها الإنقلابيون بالديمقراطية وبإرادة الشعب. الإنقلابيون بقيادة بينوتشي غادي يحاصروا القصر الرئاسي، تندلع معركة دارية غير متكافئة بين العسكر وحماة الديمقراطية وإرادة الشعب. غادي ينتج على هذه المعركة الكثير من القتلى. يرفض سلفادور ألندي الاستسلام، سيقاوم إلى أن يقتل في هذه المعركة التي تديرها أمريكا بعسكر تابع لها ولمصالحها. وفي اللحظة التي سيعلن فيها بينوتشي عن استعادة النظام، سيتم الإعلان عن وفاة الشاعر التشيلي العظيم بابلو نيرودا. الفيلم ظل وفيا للأحداث التاريخية، تتبعها وقدمها لنا، ولكن أشعرنا بمأساوية هذه الأحداث، وجعلنا نعيش فعلا تلك اللحظات الأخيرة التي ميزت نضال سلفادور أليندي. وكانت كلماته الأخيرة الموجهة إلى الشعب جد مؤثرة. الفيلم من إنتاج فرنسي بلغاري، سيناريو وإخراج هيلفيو سوتو، مدير تصوير جورج بارسكي، موسيقى أستور بيازولا، تركيب سيسيل دي جوجيس. من بين الممثلين نذكر أندري دي سوليي، برنار فريسو، موريس غاريل، أني جيراردو، جون لوي ترانتانيو، سيرج ماركون. هادو يعني بالنسبة للفرنسيين. عندنا أيضا شاركوا في الفيلم، باعتبار أن الفيلم من إنتاج فرنسي بلغاري، شارك في الفيلم مجموعة من الممثلين البلغاريين، منهم ديميتار باينوزوف، نيكول كالفان، فيرا ديكوفا، لوي بومير ديميتروف، ميكائيل ميخازلوف. الفيلم جدير بالمشاهدة والمتابعة، ولكن أشير فقط بأن هناك أفلام أخرى، سواء أفلام وثائقية أو أفلام سينمائية، التي أرخت لي هذا الحدث، وسأضع في وصف الفيديو روابط لبعض هذه الأفلام مع رابط فيلم إل بلوسيو سانتياغو. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وقبل أن نفترق أقول لكم
لا تنسوا انخرطوا في قناتنا إنيفرساليز للثقافة والفن ليستمر توهج العطاء. مع السلامة.